لأنك ضعيف كتير، عندك ترقق بالعظم، عندك التواء بالعمود الفقري. العديد من الجمل نسمعها يومياً، من حور ومن دور تنعرف صحة هالمعلومات. خلينا نشوف سوا مع أخصائية التغذية باسكال أبو ديوان نظرتها بهذا الموضوع. هن الأكل الغنيين بالكالسيوم وبالفيتامين دي مثل الديري برودكتس، وفي كتير من الديري برودكتس هن فورتيفايد بالفيتامين دي، يعني منزاد لهم فيتامين دي. كمان غير الديري برودكتس في عنا الفيش مثل السردين، السالمون، التونة اللي هن كمان فيهم كالسيوم وفيتامين دي. في عنا الفروتس والفيجيتابلز، البروكولي فيه كالسيوم، في عنا في كذا فروتس وفيجيتابلز أكيد فيهم كذا نوع فيتامينات مثل الأورانج والبنان فيهم بوتاسيوم، البابرز فيهم فيتامين سي، الارتيشو والسويت بوتيتو فيهم مغنيسيوم، الدارك جرين ليفي في فيجيتابلز مثل الملوخية الأشياء اللي هي كتير خضراء فيها فيتامين كي. وفي كتير أوقات الكالسيوم والفيتامين دي هن بينزادوا مثلا على حليب الرز، بينزادوا على حليب الصويا، بينزادوا على السيريال. الأفراط بالملح بيؤدي لترقق العظام. لما بيتخلص الجسم من الملح الزايد بيرمي معه الكالسيوم اللي هو مكون أساسي لتقوية العظام. تناول غدا غني بالبصل والثوم بيحد من ارتفاع مستوى ترقق العظم. السمك فيه أوميغا 3 فاتي أسيد، سمك مثل السالمون، التويت، السردين والأويسترز، وكمان فيه فيتامينز مثل الفيتامين دي والفيتامين بي 2 رايبوفلافين. السمك فيه كمان كالسيوم، فوسفور، وفيه أكيد هو good source of minerals مثل الأيرون، الزنك، الأيودين، المغنيسيوم والبوتاسيوم. السمك على القليلة لازم يتاكل مرتين بالجمعة. هلأ كمان فوائد الأوميغا 3 فاتي أسيد، لأن إحنا أوريدي قلنا أنه هو غني بالأوميغا 3، فوائده منيح للإنفلاميشن، prevent inflammation، بوطي الدبريشن، بساعد للهيلثي برين فانكشن، help maintain كمان healthy heart by decreasing blood pressure، بوطي الضغط، مشان هيك هو بساعد ليكون في عنا healthy heart. نحن بالليل نحن less active، ما بنتحرك مثل النهار، مشان هيك نحن ما عم نحرق الكالوريز اللي نحن عم ناكلهم عشية. مشان هيك كل الكالوريز بيصيروا converted لفات، دونك بيصيروا فات، دونك بعبوا بالجسم. كمان الشيء اللي مش منيح بالاكل عشية انه choices الاكل بيكونوا غلط. يعني بالنهار يمكن انت عم تعرف تختار اكلاتك، بس بالليل بيصير فيه مثل تنتاسيون، بيصير واحد ينقي اكلات غلط بس انه هيك يمكن ليضيع وقت او ليتسلى او او او. فالفود تشويسز بكونوا كمان غلط. كمان الاكل بالليل بأثر على النوم، بصير واحد يحلم كوابيس وببطل يعني النوم مريح لألق، خاصة إذا تقل بحس حاله مضايق. والسيستم ديجستيف عشية بيبطأ، سو هيدا الأكل بالليل بده أكيد يعني دغري يتحول لفات. مشان هيك ماكسيموم بعد 8، يعني 8 هو آخر شيء لازم واحد ياكله. ماكسيموم إذا حب من بعدها فيه ياخد حبة فواكه، ياخد خيارتين، ياخد شيء سمول سناك هيلثي، بس مش أكيد بجميل. نصيحتي لليوم هو إنه اللي عنده ترقق عظم بده ينتبه على الملح اللي هو عم بياخده بالنهار، لأنه كثرة الملح بتعلي من الإكسكريشن تبع الكالسيوم بالأورين، يعني كثرة الملح بتدهر كالسيوم من الجسم. مشان هيك لازم واحد ينتبه على هذا المعدل، معدل بين الريلاسيون بين الكالسيوم والصوديوم. مشاهدينا، تعرفنا أكثر بحلقتنا على أهم المشاكل يلي بتصيب جسم الإنسان، من ترقق العظم والسكوليوز والعوارض يلي بتنتج عنهم،
وبختام حلقتنا منرجع للمثل الفرنسي صحة ثروة الإنسان العائل، ومن بعد ما سوا اطلعنا على مختلف جوانب مشاكل العظم رأيكم بهمنا، ومثل العادة ما تترددوا بطرح أي سؤال من خلال الإيميل يلي عم يمرق على الشاشة، لنضل على اتصال ونضل نقلك صحتك بأمان.